السؤال الذي لا بد أن يتطارحه كل منا ولا بد أن نعلم الجواب عنه. طيب، هذا العذاب أو هذا النعيم للروح والجسد أم للروح فقط؟ الجواب عن ذلك، جمهور العلماء على أن النعيم لكل من الجسد والروح، وأن العذاب لكل من الجسد والروح. عجيب. طيب يا أخي، الإنسان إذا مات بعد سنتين ثلاثة أربعة تتفكفك نعم أجزاؤه ويصبح أنكاثا ويصبح رميما، كيف هذا؟ العلماء أجابوا عن هذا لا جوابا دينيا، جوابا علميا. فلاسفة المسلمين أجابوا، الفارابي أجاب، ابن رشد أجاب، ابن سينا أجاب. نعم، هذه حقيقة علمية. ما هي؟ الإنسان في دار الدنيا ثنائي التركيب، يعني مركب من جسد وشو كمان؟ وروح. وإذا مات في حياته البرزخية أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن في دار الدنيا تكون الروح محبوسة لحساب الجسد، يعني كانت الروح تجوب الآفاق في لحظات، شاء الله عز وجل أن تحبس هذه الروح في هذا القفص الجسدي في فترة معينة حسب عمر هذا الإنسان. طيب، فالروح طالما كانت حبيسة في هذا الجسد تتحرك بحركة الجسد ولا تستطيع أكثر من ذلك لأنها محبوسة في هذا القفص. فإذا مات الإنسان انعكست الآية، يصبح الجسد تابعا للروح بعد أن كانت الروح تابعة للجسد. يعني الروح، اللهم إذا ختم لهذا الإنسان بالحسنى تجوب الآفاق، تجوب الآفاق كما كانت قبل أن تنزل في هذا القفص الجسدي. لكن صلة الروح بهذا الجسد أينما كان وكيفما كان تبقى مستمرة تماما كأشعة الشمس. الآن الشمس بعيدة جدا عن الأرض، بعيدة جدا عن الأرض، لكن أشعتها تمتد إلينا. كذلكم الروح لها أشعة تجوب الآفاق، لكن لها أشعة تصل إلى ذرات هذا الجسد، إن كان ذرات ولا أقل ولا أكثر. نعم، فبهذه الصلة يشعر الجسد بما يشعر به من نعيم أو عذاب. لكن الإنسان في كثير من الأحيان عندما يسمع هذه الحقائق العلمية التي تعود إلى الحياة البرزخية، حياة الإنسان بعد الموت، يحاول أن يضعها في ميزان معلوماته حسب قواعد الحياة التي يعيشها، وهذا غلط. يعني بيسمع يقول إيه معقول؟ لا، مو معقول. ليش مو معقول؟ لأنه يضع هذا الذي يسمعه في قانون هذه الحياة الدنيا التي يعيشها. بعد الموت هنالك قانون آخر. القوانين العلمية اللي احنا بندرسها بالجامعات وهون وهون، هذه القوانين العلمية مخلوقة لمن يعيشون فوق هذه الأرض حياتهم الدنيوية. فإذا رحل عن هذه الحياة الدنيا طويت هذه القوانين ونشرت قوانين أخرى، نشرت قوانين أخرى. فأنت لا تعلم، أنت لم تعيش في تلك الحياة، فمن الخطأ أن تجر هذه الأحداث التي يخبرك عنها بيان الله عز وجل لتحاكمها إلى القوانين التي شاءها الله عز وجل في حياتنا الدنيوية هذه. نعم، وهنالك من يظن أنه لا، النعيم للروح والعذاب للروح والجسد لا يشعر بشيء نهائيا. الواقع هذا غلط، الواقع هذا غلط، والألم إنما هو للجسد يوم القيامة وفي الحياة البرزخية. لماذا؟ الآن الروح مسكينة مو عاملة شيء، الروح هبطت من الملأ الأعلى، ولو كانت موجودة بين جوانح رجل كافر
تظل تواقة إلى مولاها وخالقها، تظل مخالفة لهذا الإنسان الذي نهج منهج الإلحاد والكفر والفسوق إلى آخر ما هنالك. الروح كما قلنا، طيب إذا تعذبت الروح فكأنها تتعذب بدون موجب. الواقع أن الروح ما هي؟ الروح بريد يحمل العذاب إلى الجسد إن كان صاحب الجسد مستحقا للعذاب، أو تحمل الروح النعيم إلى الجسد إذا كان صاحب هذا الجسد مستحق النعيم. فالروح عبارة عن بريد يوصل الشعور إلى